منذ أن تحملنا مسؤولية هذا الصرح التربوي الرائد، أخذنا بأسباب النجاح، وبفضل من الله كانت أهدافنا واضحة ورؤيتنا سديدة ورسالتنا سامية، فتحقق الكثير مما تطلعنا إليه وعملنا لأجل تحقيقه، وقد توجت جهودنا بهذا اليوم المبارك 16 حزيران 2020 بنجاحنا بالحصول على المثلث الذهبي في الآيزا، وهو نظام عالمي متكامل خاص بنظام إدارة الجودة التربوية والبيئة والسلامة والصحة المهنية في المدرسة. وبذلك نكون وبفضل من الله أول مدرسة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية تحصل على هذا المثلث الذهبي الذي تم بناؤه طبقاً للمواصفات القياسية العالمية ISO 9001-2015، ISO 14001-2015، OHS 45001-2018. فنحن لم تتوقف جهودنا عند هذا الحد، وإنما قمنا كذلك بإسبال حلة جديدة للمدرسة من خلال تغيير مداخل المدرسة وإنشاء لاندسكيب وإضافة القرميد للبوابات الخارجية وتغيير الساحات المدرسية وشراء أدراج جديدة لجميع أقسام المدرسة، إضافة إلى تزويد الغرف الصفية بمتطلبات ومستجدات التكنولوجيا الحديثة من داتا شو عصرية وأجهزة حواسيب متطورة. كما قمنا بعمل جلسات خارجية مضللة لأحبتنا الطلبة محفوفة بالحدائق، إضافة إلى إنشاء أحواض حجرية على مداخل المدرسة مملوءة بشتى أصناف الزهور والرياحين. كما أننا لم ننسى في خضم ما سبق لغتنا الأم، اللغة العربية، فقد قمنا بعمل ملزمة خاصة للصف الأول حتى الخامس، وبالمقابل قمنا بعمل كراسة للخط باللغة الإنجليزية لطلبة الصفين الأول والثاني الأساسيين، ومفكرة لواجبات الطلبة وملف خاص في بيانات الطالب ودفتر ملاحظات وشهادة خاصة للمدرسة ودفاتر خاصة باللغة العربية وأخرى باللغتين الإنجليزية والفرنسية مسطرة وفق تعلم أصول الكتابة لهاتين اللغتين، إضافة إلى كتب إثرائية لقسم رياض الأطفال تختص باللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات وحقيبة خاصة بهم. أضف إلى ذلك تنسيق كتاب سنوي بحلة جديدة يشمل على كل أنشطة وفعاليات واحتفالات المدرسة وجميع صور الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في كل عام دراسي. ولا يفوتنا بنهاية هذا المقام الذي يفوح بالإنجازات أن ننوه بإنجازنا الكبير الذي قمنا به في ظل ما يعرف بجائحة كورونا الطاحنة التي مست جميع القطاعات دون استثناء، وبشكل خاص قطاع التربية والتعليم، وقد تمثل ذلك بإنشاء منصة للتعليم عن بعد لنحقق سبقاً آخر بهذا الاتجاه ولتكون لنا الريادة فيه على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. ولأن الإنجاز يولد الإنجاز، فإننا لم نتوقف عند هذا الحد بل تجاوزنا ذلك وقمنا برفض كل ما سبق بعدد من الإنجازات الأخرى، وذلك انطلاقاً من منظومة المدرسة التطويرية التي تقوم على المراجعة المستمرة لتظل المدرسة وفية لاستراتيجياتها الراسخة ورؤاها المستقبلية. وقد جاءت تلك الإنجازات على النحو الآتي: بناء سور للمدرسة من الحجر المقاوم لتغيرات المناخ، تجديد مسارح المدرسة وإعادة تأثيثها بالكامل مع أنظمة صوتية حديثة، إضافة إلى تزويدها بنظام تبريد مركزي، تخصيص غرفة مجهزة بأحدث الأدوات لغايات الاجتماع، تخصيص غرفة مستقلة للإشراف ولمنسقي المواد وغرفة أخرى خاصة بالتقييمات المدرسية، تأسيس أكاديمية راهبات الوردية لفنون الرياضة والتي يقودها رموز رياضية معروفة على مستوى المملكة والوطن العربي وتشمل على كرة القدم، كرة السلة، الزومبا، صالة الجيم للسيدات بقيادة مدربة أجنبية مؤهلة، ميراج، سكواش، بلياردو وصالة باليه، تركيب سيستم كامل للكاميرات
بعدد 250 كاميرا لتغطية جميع جوانب المدرسة. إبرام اتفاقية تعاون مشتركة بين مدرستنا والمنظمة العربية للجودة التربوية ممثلة بمؤسسة طلال أبو غزالة، وذلك لتقديم خدمات ضمان الجودة والاعتماد المدرسي. حصول المدرسة على شهادة الاعتماد البريطانية العالمية على مستوى الشرق الأوسط بإنشاء مركز متخصص للاختبارات الدولية ولجميع المستويات من مركز الاختبارات البريطاني Language Cert. توثيق عرى التعاون بين المدرسة وأهالي الطلبة وللتواصل المستمر معهم من خلال تفعيل تطبيق برنامج B12، ويتضمن التزييد المستمر للأهالي بغايات وتأخير الطلبة وتقارير عن الطلبة وسلوكاتهم، وإعلام الأهالي بالواجبات المدرسية المطلوبة من أبنائهم، إرسال الإعلانات الطارئة والمستجدة، ويتضمن كذلك العلامات الأسبوعية والشهرية للطلبة وصولاً إلى الشهادات الشهرية والفصلية. إنشاء مطبعة خاصة للمدرسة يشرف عليها موظف خاص ومعتمد. إنشاء مدرج للملعب الرياضي. حصول الطلبة خلال دراستهم في مجال الحاسوب على شهادة ICDL Advanced ICDL بالتعاقد مع جامعة حكومية معتمدة. افتتاح كافتيريا واسعة ومجهزة لتقديم وجبات صحية للطلبة healthy food وتزويدها بمقاعد مريحة وطاولات للطعام. مدرسة راهبات الوردية، العقبة.